لا سعيد ميكولا، لماذا عاد مصطلح مرتزقة إلى السطح وإلى الساحة بهذا الشكل مع بداية الحرب في أوكرانيا وتحديدا في معركة بخموت الأخيرة؟ حقيقة الأمر أول مرة عندما كان ادعاء أن فاغنر من المرتزقة، عندما كان هناك قتال ضد القوات الأوكرانية في 2014، فبالتالي كان هناك صراع في منطقة البلطيق في 2022، لم تكن المرة الأولى التي نجد فيها استخدام فاغنر، ولكن في حقيقة الأمر كانت هناك عدة مرات رأينا فيها اشتباك قوة فاغنر منذ المواجهات الروسية الأوكرانية، كما أتفهم أن السبب الرئيسي لاستخدام شركة أمن خاصة من جانب روسيا، حيث أن جيشهم يتطلب بعض المعايير من الأداء، وفاغنر لديهم برامج متسقة تماما مع أهدافهم، وكذلك هناك الكثير من التدريبات واستخدام عدد من التكتيكات في ميدان المعركة، وهم أول من اخترق الدفاعات الأوكرانية، ومن ثم تم توفير تدريب لتعزيز مهاراتهم لتقدمهم في بخموت.